وللحديث أكثر عن الوضع الصحي في العراق في ظل تزايد عدد الإصابات والوفيات ينضم إلينا فراس الموسوي رئيس فريق التمريض التطوعي في العراق عبر الهاتف من بغداد. أهلا بك معنا سيد موسوي. أهلا وسهلا ومرحبا، تحية لك ولضيوفك ولمشاهديك الكرام. أهلا بك سيد الموسوي. يعني بحسب إحصاء لوكالة رويترز للأنباء فإن العراق يتصدر الدول العربية حقيقة من حيث عدد الوفيات والإصابات بالفيروس كورونا بشكل عام. كيف ترى التدابير التي تتخذها الحكومة في بغداد لمواجهة هذه الجائحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة التدابير الصحية والوضع الصحي في عموم البلاد وفي المنطقة عموما هو بتزايد تام. العراق شهد الأشهر الماضية عدد يعني تقليل بالإصابات في جائحة كورونا وحتى نسبة الوفيات، لكنه هذا الشهر الأخير بدأت تصاعد من 500 إلى 400 إلى 900 حالة يوميا، وحالات الوفيات بتزايد بسبب هناك أسباب طبعا عدة، هي البنى التحتية لوزارة الصحة على مر السنين لم تتأهل بالشكل المطلوب لتتلافى هذه المشاكل الصحية العامة بالعراق، فبالتالي العراق هذه الهجمة التي هجمت على جميع بلدان العالم، وهناك بلدان بصراحة تمتلك من القوة والقاعدة الصحية التامة إلا أنها انهارت في اتجاه جائحة كورونا، فبالتالي العراق اليوم هو لم يستطع على أقل تقدير أن يقدم الخدمات ولو بنسبة جيدة أو تكفل حياة المواطن في المؤسسات الصحية، فبالتالي الكثير من المواطنين من كان حالته الصحية جيدة لم يذهب إلى المستشفى، بل كان هناك حجر منزلي، فبالتالي التدابير يجب أن تكون مع مستوى الجائحة. وحقيقة حتى جنابكم تكلمت قضية الرفض المالي، المخصصات التي خصت في وزارة الصحة في عموم السنين الماضية لو كانت مصروفات الإنفاق بالشكل المطلوب وبالشكل الانسيابي وبالشكل الجيد والاهتمام لهذه المبالغ التي صرفت ملايين الدولارات لكان المؤسسات الصحية الآن غير التي نشهدها اليوم. يعني الحكومة وحتى المستشفيات حقيقة اللي موجودة، بعض المستشفيات هناك حسب اطلاعي هناك مستشفيات صرفت لها ورصدت لها أموال لكن لحد الآن لم تكتمل ولم تنجز مراحل معينة. الموضوع سيد الموسوي الموضوع المالي سنأتي عليه. يعني الحكومة رغم ما ذكرته تلقي باللوم على المواطنين في تفشي الفيروس وزيادة عدد الإصابات بأنهم يعني لا يتقيدون بوسائل الوقاية، هل فعلا يتحمل المواطن العراقي تبعات تفشي الفيروس في ظل الظروف الاقتصادية كما تعلم الصعبة التي يعيشها؟ حقيقة أنت اللوم يتبع الحكومة عادة ما ترمي الكرة بملعب المواطن، إلا أن المواطن في الانفجارات يقع اللوم على المواطن، في السرقات يقع اللوم على المواطن، في الاختطاف يقع اللوم على المواطن، انفلات السلاح يقع اللوم على المواطن، فبالتالي اليوم اللوم على المواطن قبل أن ألوم المواطن يجب أن أوفر هناك الحياة الكريمة والسعيدة والرفاهية للمواطن حتى عند اللوم عليه يقع اللوم في محله، لكنه اليوم ترى المواطن هو عاجز عن توفير أبسط مقومات العيش للعائلة، فبالتالي يجب أن يخرج وأن يعمل وأن يوفر المال، لأن أغلب المواطنين العراقيين هم تحت خط الفقر وصلت النسبة إلى أكثر من 30 أو 40%، فبالتالي لا يوجد هناك تخصيصات مالية مرصودة من قبل الحكومة يكون المواطن ملتزم في المنزل ويتبع التعليمات والإرشادات الصحية بالالتزام والحجر المنزلي. الحجر المنزلي يحتاج إلى اقتصاد قوي للدولة، فبالتالي هذا ينعكس إيجابا على وجود المواطن العراقي في منزله حتى يكون ملتزم بالتعليمات الصحية. نعم المعنى الأول والأخير هي الحكومة، لكنه المواطن مشترك في ذلك، على بس يجب أن يكون هناك معادلة أن تكتمل، هي أن تنفق الدولة على المواطن حتى يستطيع المواطن الجلوس وعدم الخروج خارج المنزل. نعم سيد الموسوي، يعني الحكومة أو في ظل كل هذا وزارة الصحة حذرت من موجة ثانية من فيروس كورونا أسوأ لربما تكون من الأولى، هل اكتفت وزارة الصحة بهذا التحذير أم اتخذت إجراءات للحد من الإصابات في الموجة الثانية؟ وأيضا يعني ما هو توقعك لحجم الإصابات في ظل هذه الموجة الثانية إذا ما حصلت؟
نعم تعلم ويعلم الجميع أن وزارة الصحة هي الجهة الفنية والإدارية المعنية بهذا الأمر، فبالتالي من واجبها أن تعلن أمام الملأ أن هناك إصابات متزايدة في عدد إصابات جائحة كورونا، فالتحذير هو بالقراءات الموجودة وقعت في البيانات التي ترسل يوميا من كافة دوائر الصحة إلى وزارة الصحة، فبالتالي اليوم الوزارة عندما تعلن على أن هناك جائحة ويكون متقبل، خصوصا اليوم دخل تعلمون جيدا أنه كوفيد 19 هناك تطور في الحالة الصحية وتطور الفيروسي لهذا الفيروس، فبالتالي يجب أن يكون هناك تحذير قبل وزارة الصحة لجميع المواطنين، لكنه التدابير هي نفس التدابير لم يتغير لحد الآن أي شيء، والمؤسسات نفس المؤسسات ولم يتغير أيضا أي شيء، لم يكن هناك تغيير بطبيعة الحال أو بعد استراتيجي أو بناء، يجب أن يكون هناك تخطيط استراتيجي لوزارة الصحة، إعادة هيكلية وبناء ومنظور وزارة الصحة يجب أن يتغير باتجاه الصحيح، ويجب أن يكون الإنفاق والإرشاد الصحي للمواطنين بالمستوى المطلوب، ويجب أن يذهب القطاع الصحي إلى القطاع الصحي الأولي ويبدأ من هناك وزارة الصحة يجب أن تبنى من القطاعات الأولية من المستوصفات والقطاعات، وبالتالي تعد بالتدريج، ويجب أن يكون هناك التفاعل من قبل الحكومة ومتابعة بصراحة بجدية للمؤسسات التي لم تكتمل لحد الآن، هناك مؤسسات صحية ومستشفيات على أرض الواقع لم تكتمل، فبالتالي إذا اكتملت هذه المؤسسات والمستشفيات في عموم المحافظات في بغداد أعتقد أكثر من 5 مستشفيات أو 4 لحد الآن لم تكتمل، وكذلك المحافظات أعتقد إذا دخلت الخدمة هذه المؤسسات الصحية سوف ينعكس إيجابا على حياة المواطن، فبالتالي من واجب الحكومة وواجب وزارة الصحة أن تتابع هذه الحالات وأن تستكمل بناء هذه المستشفيات في محافظة بغداد وبقية المحافظات القطر. فعليا وزارة الصحة يعني قالت إن المخصصات المالية للوزارة في الموازنة لم تقر حتى الآن، هنا السؤال يعني برأيك هل تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية الإصابات والوفيات المتزايدة أم أنه هناك واجب على الحكومة بشكل عام؟ قطعا الحكومة معنية بتوفير إرصاد، ثم حقيقة قامت الحكومة بإرصاد أو رصد بعض المبالغ لوزارة الصحة لكنها لم ترسل بشكل كامل لوزارة الصحة، فبالتالي المعنية الأول والأخير هي الحكومة بكافة وزاراتها وتشكيلاتها، والمعنى الآخر هي وزارة الصحة باتباع أسس استراتيجية للحفاظ على حياة المواطنين، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الحكومة ما يتعرض له الموقف الأمن الصحي في العراق، الموقف الأمن الصحي في العراق وحقيقة يتعرض لخطورة وهجوم بجائحة أطاحت البلدان العالم، فبالتالي العراق ليس في منع عن هذا الموضوع، وعلى الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الجائحة وأن ترصد المبالغ المطلوبة والضرورية لوزارة الصحة لغرض أساسي الإيجابيات على حياة المواطنين. إذن فراس الموسوي رئيس فريق التمريض التطوعي في العراق كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.